كلمة منك لجمهور الزمالك، يعني جمهور الزمالك كله قاعد مستنيكم وعايز يسمع منكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه في كأس العالم للأندية، ايه اللي انتوا محتاجين تقولوه لجمهور الزمالك الفترة دي. يعني الاول احب اقول لهم طبعا الف مبروك على كاس السوبر، وبشكرهم على دعمهم، ويا رب دايما مفرحينكم، وبنوعدهم ان شاء الله ان شاء الله في اداء احسن لحد نهايه الموسم. طبعا كاس عالم انديه بطوله كبيره وحلم كبير قاتلنا عشانه، والناس شافت فرحتنا ازاي. يعني هنلاعب برشلونه او ايا كان هنلاعب مين، الناس شافت لما رحنا لعبنا كيل في كاس عالم اللي فات واحنا جربناها بنفسنا، احنا كنا رايحين نجيب جون التعادل وكان فاضل 10 دقائق، فاللي هو الدنيا مش بعيدة، انت بتلعب عشان تكسب. يعني في الاول وفي الاخر انت الناس طالعه بتقول برشلونه كيل، طبيعي ان انت هتخسر، بس لا، انت ممكن تغير العقليه دي، وزي ما منتخب مصر غير العقليه دي وفرق كتير غيرت، والزمالك لما كان بيروح كاس عالم انديه زمان ووصل وخد ميداليه في كاس عالم. قدامك فريق قوي، بس ده تحدي كبير، وده هيظهر فرقتك وهيظهر شخصيتك وهيظهر مدى طموحك والليفل اللي انت ممكن توصل له كفريق. استعنت بحد او ما استعنتش، انت عندك فريق قوي، واحنا رايحين على ماتش تكسبه ممكن تبقى في حته تانيه، فهتطلع كل حاجه وهتجهز له. دعواتكم ومساندتكم طبعا، وان شاء الله ان شاء الله نشرفكم في البطوله دي. سيف، لا يعني احب اقول طبعا انا الدعم اللي شفته من جمهور نادي الزمالك يعني في الفتره الاخيره من ساعه ما مضيت لحد قبل الماتش وبعد الماتش، الكومنتس اللي بتيجي على فيسبوك على انستجرام وعلى عامه كل الكومنتس اللي حتى في الشارع وانا ماشي، حسيت ساعتها بقى ان انا لا انا دلوقتي بلعب في نادي الزمالك. لو قبل كده انا عادي في ناس عارفاني من منتخب مصر وجمهور نادي هليوبوليس زي ما يحيى قال، اللي هو الناس اللي عارفاني يعني، لما بتحب الهاند بول يعني. بس اللي هو بقى واقف مع اصحابي باكل حاجه وناس تيجي تتصور معايا، دي ما كانتش بتحصل لي يعني. فلا حسيت، واللي هو لما واحد يجي يقول لي فرحتنا يا كابتن واخوك ما شاء الله والحاجات دي، لا بتلمس حته من جواك مختلفه، فبحب اشكرهم. وطبعا يعني هحاول اوعدهم ان احنا نعمل كل حاجه عشان نجيب كل البطولات السنه دي. يحيى وسيف، انتوا بجد والله العظيم فعلا شرفتوني ونورتوني، انتوا حاجه تشرف، وربنا يكرم الوالد والوالده فيكم يا رب، يعني يفرحوا بيكم ويفرحوا ان هم خلفوا وربوا شباب زي الورد، شباب محترم، نموذج وقدوه للابطال الرياضيين جوه الملعب وبره الملعب، فانتوا فعلا حاجه الواحد يفتخر بيها ويتشرف بيها. شرفتوني ونورتوني، وكل التوفيق لكم يا رب الفتره اللي جايه. ده الشرف لينا، ويا رب دايما متجمعين كده في القعده الجميله دي معاكم، بتشرفونا وتنورونا دايما ان شاء الله. بتشرفونا وتنورونا دايما، وبنسعد بيكم دايما.